المعلومات انه ايه، انه الامارات هتساهم ب 20 مليار. ما انا لسه بقول لك يا استاذ تامر، يعني الباقي بقى مين اللي هيوفره؟ ما انا لسه بقول لحضرتك، لا احنا ناخد المساله من تاني. بنقول ان الباقي القرار رئيس الجمهوريه في 23 اكتوبر 2013 سمح للبنك المركزي بشراء ما يقرب من 9 مليار دولار من احد الحسابات اللي موجوده لديه. تمام. دولك كانوا 60 مليار جنيه تم اسمهم على نصفين، الحزمه التمويليه الاولى والباقي هو بالفعل حساب موجود للماليه لدى البنك المركزي. تمام. عشان كده انا مستغرب حكايه ان 20% من الامارات، هل ده بقى اللي مخلي الارقام نفسها فيها خلاف؟ ما بينهم 29 مليار، البعض بيقول انهم 40، البعض بيوصلهم الى 60، لكن يعني في 23 اكتوبر 2013 صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 105 اللي هو بفتح اعتماد اضافي بالموازنه العامه للدوله بحوالي 60 مليار جنيه، 60 مليار جنيه دول مقابل ما يقرب من 9 مليار دولار امريكي كانوا موجودين في احد الحسابات لدى البنك المركزي، كما يقال يعني حساب المبالغ الوارده من بعض الدول العربيه والبالغ ما يقرب من 9 مليار دولار، يعني هم اساسا موجودين. وارده امتى؟ لانه في اتقال انه ده حسابات حسني مبارك. انا شخصيا مش عندي اجابه على الموضوع ده، يعني انا شخصيا لا توجد عندي اجابه. بنشرح للناس ان المبالغ دي عشان احنا بنقرا زي كل الناس، ان المبلغ ده ال 9 مليار دولار كانوا في حساب حسني، مش بتاع حسني مبارك، ده كان حاطه في البنك المركزي بتوع مساعده الزلزال من اياميها، وده اللي اتقال عليه ان هو كان اخده وما اخدوش، وقال له ده موجود في البنك المركزي، ده غير خالص المساعدات اللي قدمتها الدول العربيه لمصر على 30 يونيو. وانا شخصيا ما عنديش اجابه على السؤال، لكن بقول ان 30 مليار اللي هي الحزمه التحفيزيه الثانيه موجودين اصلا، موجودين طبقا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 105. يعني قرار رئيس الجمهوريه 105 قال بالظبط كده، ان يعني يوافق البنك المركزي بشراء 9 مليار دولار امريكي برصيد حساب المبالغ الوارده من بعض الدول العربيه. امال ازاي؟ بالمقارنه ما يقرب من 61، خلينا بس نكمل الجزئيه دي، من 61 مليار جنيه مصري لحساب وزاره الماليه. يبقى في وزاره الماليه في 31 اكتوبر كان لوزاره الماليه بالفعل 60 مليار جنيه موجودين لدى البنك المركزي، اللي هم 9 مليار دولار. كانوا بقى من الحساب اللي حضرتك بتتكلمي عليه كانوا بالفعل اللي هم بعض المؤسسات العربيه اللي اتت. انا شخصيا ما عنديش اجابه حقيقيه. المهم انهم موجودين. ما زي نائب رئيس الوزراء بيقول انه في 20 مليار. ما انا بقى برضه ده تصريحات، هل بقى يعني يسال عنه نائب رئيس الوزراء؟ لكن احنا بنقول اولريدي طبقا للقرار 105 واللي منشور في 23 اكتوبر كان لدى وزارة المالية حساب دائن لدى البنك المركزي ب 60 مليار او ب 61 مليار جنيه. سؤال يا استاذ عبد المجيد بعد اذنك، احنا فجأة ممكن يطلع لك فلوس زي ده، بنتكلم تسعة. جميل جميل. احنا المفروض انا اعرف ازاي ان انا ليا فلوس مستخبية هنا، اتاخدت لحساب حاجة فاتحطت في حساب حاجة تانية، ازاي انا ابقى عارف ومتابع الكلام ده؟ يعني هو احد اهم الاسباب اللي ادت الى مشاكلنا الاقتصادية سواء بعد 25 يناير او حتى بعد 30/6 هو عدم الشفافية في التعامل ما بين السلطة وما بين الشعب، وكأن الامور ما اتغيرتش، يعني كأن لم تكن في مصر ثورة ولا ان في حاجة اسمها ثورة الاتصالات. هل من حق الشعب ان هو يطلع على كل ما هو موجود داخل البلد؟ إذا طولب بأن يساهم وأن يساعد فعلى الأقل يبقى عنده علم. يعني النهاردة إحنا بنقول إن عندنا حزمة تنفيذية أولى لم يسمع عنها أحد على الإطلاق، رغم إنها كانت في وقتها خطوة شجاعة جدا من الحكومة، إن المفروض إنك أنت عندك مشاكل اقتصادية فيبقى عندك تقشف، ولكنك تعلن. لا قيل إنها تم استخدامها في دفع مرتبات وفي يعني وفي زيادة الأجور وفي حاجات. جميل. أنت لما يكون عندك حكومة عندها مشاكل اقتصادية وتبدأ تعمل يعني ما يسمى بسياسات التحفيز او سياسات توسعيه، ده في حد ذاته يعني كان بيعتبر مغامره. لما تكون حكومه عندها المقدره انها تعمل ده يبقى كانت لازم تطلب مسانده الشعب. مسانده الشعب، الشعب لم يساندك الا اذا علم الحقيقه. يعني الان زي ما حضرتك بتتكلمي، وانا شخصيا ما اعتقدش ان في مسؤول عنده سعاده انه يجاوب على السؤال، احنا بنقول او الاشاعات بتقول ان اتى الى مصر ما يقرب من 12 مليار دولار كمساعدات من الدول العربيه. القرار بتاع رئيس الجمهوريه بيقول ان كان في حساب سواء بقى كان جزء من دولك او من دولك، لكن على الاقل وصل مصر ما يقرب من 120 مليار جنيه من الدول العربيه. اذا قلنا ان الاستخدامات اللي استخدمناهم في خلال الثلاث شهور الاولى كان 30 مليار جنيه، فعلى الاقل بيبقى عندنا قابل للاستثمار ما يقرب من 90 مليار جنيه. لماذا لم يتم استثمار هذه الاموال؟ اسئله ان الفلوس اللي بتدفع الفتره اللي فاتت دي في مرتبات وفي الاجور بتيجي منين؟
لا ما هو احنا لما بنيجي بنقول لا هنا بالارقام انت برضه الجزء اللي تسدد في المساله دي ما بيزيدش عن حوالي 4 مليار جنيه. يعني المساله مش كبيره, انت بتتكلمي برضه حتى لو دعمت زي ما بتقال يعني بتقول ان في جزء رايح ما يقرب من 1.5 مليار من اجل تحسين المرتبات المهني الطبيه زي الاكادر الاطباء وزي الممرضين وزي الاسرائيليين. يعني هي كلها ارقام موجوده لكن مش بالكبر ده. يعني مش بالكبر ده, احنا بنقول ان خلال 3 شهور في 30 مليار جنيه كحزمة يعني تحفيزية تم صرفها, جزء منها على الخدمات لكن على الأقل منها 16 مليار جنيه ذهب في استثمار أو تشجيع الاستثمار. يعني لما بنقول بنوصل المرافق لحوالي 44 منطقة صناعية ما احنا بنشجع الاستثمار أو بنخلي المصانع دي تشتغل. دي أخبار حلوة, يعني الشعب محتاج إن هو يسمعها ويعرفها ويفهمها ويحسها. احنا لا هو محتاج من البداية إنه كان يؤخذ رأيه فيها. يعني احنا بنقول احنا عندنا 30 مليار ممكن جزء منهم يدفع من اجل تحسين المرتبات وتحسين الخدمات الصحيه وتحسين التعليم, ثم بعد كده يبدا في دروب, تبدا الزياده في الاسعار تاكل الزياده اللي اخذتها المرتبات. يا ترى نقدر نستحمل معا ان ناجل الزياده في الاسعار في المرتبات, ناجل شويه حكايه الحد الاجل الادنى للاجور؟ هنا كان يبقى في حوار مجتمع ما بين الشعب, والشعب على ان يختار ويتحمل تبعات ما يختار. لكن اللي كان بيحصل ان ما زالت الحكومات او السلطه نفسها يعني بتسير بنفس النهج السلطوي, ان هم يعني مفوضين من قبل الشعب وانهم اوصياء وانهم بيفهموا اكتر من الناس, فيبداوا يتخذوا خطوات يروها من وجهه نظرهم انها جيده ومحفزه. فجاه في خلال التحفيز ده هو يبقى في بس ما يسمى بمشكله فئويه, فيبقى كل المسائل ديت انهارت. يبقى انت عندك مشكله قطع طريق فترتفع الاسعار بشكل جنوني, برغم انك انت اعلنت للاطباء انك انت هتزود لهم الحوافز بتاعتهم ورصدت لهم بالفعل بقرار رئيس الجمهوريه ما يقرب 1.6 مليار دولار من اجل تنفيذ كادر الاطباء, لكن يقول لك الاطباء ان احنا هنعمل اضراب. طب ما يعني هنا ايه اللي بيخلينا بتتكلم على حوار مجتمعي؟ الكهرباء زادت كم مره في السنه الاخيره دي من غير ما نشعر بيها, ومحدش اخذ راينا ولا اطلعنا ولا استسمحنا ولا قال لنا معلش ولا حاجه. يعني طبعا اللي بيدفع فواتير الكهرباء يعلم هو بيدفع قد ايه دلوقتي, ومن غير ما نشعر. فكره الحوار المجتمعي دي حضرتك بتقصد بيها مين؟ هيتناقشوا مع الشعب كله؟ وما فيش ممثلين للشعب؟ لا مين اللي يعني احنا بنتكلم هنا؟ يعني احنا بنتكلم الاعلام. يعني زي ما حضرتك بتقولي ان في تصريح قال ان في 30 مليار جنيه حزمه تحفيزيه قطر هتساهم منها ب 20, يتضح ان الامارات هتساهم فيها ب 20. قطر مش هتساهم بحاجه خالص دلوقتي. لا يعني اذا خلينا برضه رغم ان المساله ديك فيها قول, لكن بنيجي للواقع يقول لا ده دولك بالفعل من اكتوبر والاموال ديت موجوده وتحت تصرف وزاره الماليه. هنا لما بنيجي بنقول التصريحات اللي بيقولها المسؤولين واللي بيقولها يعني اصحاب القرار, بعد كده لما بيتكلم الكلام ده بيوصل يعني حوار زي اللي احنا عاملينه ده حوار مجتمعي. يعني الناس بتسمع وبتحاول انها تناقش عرض الراي في الصحافه, عرض الراي في الاعلام, وده شيء مهم جدا. وبعد كده بنبدا نقول عليه. يعني حضرتك بتتكلم على فواتير الكهرباء, احنا يعني يمكن من الميزات المصريه اللي موجوده ان احنا ما عندناش ما يسمى بالكارت لحمايه المستهلكين. يعني لو عندنا جمعيات حمايه مستهلكين قويه كانت بالفعل بمجرد ما بدات الفواتير بتاعت الكهرباء تزيد كانت ممكن عملت او نفعت بعض الحملات اللي هي مش دافعين وغيره, كانت سببت مشاكل كثيره جدا. لكن ثقافه الشعب المصري يعني ما بنحاولش نعمل صدمات من اجل اشياء والامور بتمشي, لكن لو في عليها يعني حوار والناس مقتنعه بيها هتساهم وتساعد. يعني حضرتك بتقول فواتير الكهرباء زادت, طب كام بقى نسب التهرب من دفع الفواتير او انك انت يعني تتحايلي من اجل انك تقللي استهلاكك الحقيقي من الكهرباء؟ يعني بتستهلكي فعلا كتير لكن قد ايه بتتحايلي عشان الفواتير؟ قصدك بتلعب في العداد وبتعمل شغل كويس طول عمرك يا استاذ, ما بتجيب الكلام من النهايه. لا يعني هو ده الواقع, ده الواقع. يعني هو فنان, ما هو الشعب بدل ما يقول مش هندفع بيتصرف, هو بيتصرف. فلكن لو هنا عندنا حوار نقدر نقول يعني في الازمات اللي كانت بتحصل. يعني انا في فتره من الفترات كنت قريب من بعض الاشياء. يعني لما يبقى مثلا كنا بنبقى محتاجين ما يقرب مثلا فردا يعني 25 مليون برميل مليون لتر بنزين في اليوم, فنبقى مثلا بنرمي 50 مليون في السوق ومع ذلك يبقى في ازمه بنزين. طب ما هو ليه؟ لاني عشان الوقت قرب ينتهي. هو دلوقتي كمان في تصريح انه الحكومه بتامل انه خلال الشهور المقبله يكون في مؤتمر دولي تطرح فيه مصر احتياجات طويله الاجل للبنيه, مشروعات البنيه التحتيه. هل حضرتك شايف انه هذا الطرح في هذا التوقيت مناسب لمصر, والى اي مدى ممكن تستفيد من هذا الطرح؟ يعني بالتاكيد ده شيء مهم جدا, ويمكن الكلام عن اعاده احياء او اتخاذ خطوات فعليه في مشروع تعمير
تلميذ قناة السويس. رغم ان المسائل كلها يعني برضو هنا بنقول يعني المشروع موجود من فترة طويلة جدا ودراسات الجدوى موجودة والمخطط العمراني موجود والشركات المصرية كانت قادرة على انها تنفذه. فجأة لقينا ان لا والله يعني بس عشان وزير النقل الحالي يعني لما طلع في ساعة حريق الإطار خلف عصام شرف، فيبقى معلش بقى كل اللي عمله عصام شرف يعني مش يعني يبقى بره واحنا نعيد من اول وجديد. فبدل ما نبدا ننفذ المشروع من دلوقتي لا ننفذه بعد 9 شهور، وبدل ما نستعين بالخبرات المحليه واللي هي مؤكد بتثبت على مستوى العالم كفايتها، لا والله مدين كونسورتيوم خارجي عشان يحط لنا مخطط. اضيف الى ذلك بقى جزء مهم جدا زي ما احنا كنا بنقول، يعني في الوقت اللي المفروض فيه مصر بتحاول انها تعيد زعمتها للعالم بنلاقي الخارجيه المصريه كل يوم بتعمل مشكله مع احد الدول. يعني اول يعني من فتره عملنا قللنا مستوى التخفيض مع تركيا، دلوقتي بنهدد بقطع العلاقات مع ده رد فعل دبلوماسي. يعني النهارده عندما تنجح الخارجيه المصريه في اقناع العملاق الامريكي اللي هو مؤكد ان هو لا يريد الخير كثيرا لمصر باهميه وصحه موقف مصر، ما نقدرش نعمل ده مع قطر، ما نقدرش نعمل ده مع تركيا. يعني الامريكان بكل مؤسساتهم وبكل قوتهم الاتحاد الاوروبي واللي كانوا ضدنا على طول الخط، الخارجيه المصريه تمكنت من انها تقنعهم بسلامه موقف مصر. وما حدث هو مش في عرف دبلوماسي بيقول انه طالما انه لا يجوز انه في دوله تتدخل في شؤون دوله لا يجوز أخرى. ولا يجوز انه قطر يخرج بيان من الخارجيه يدين بعض من تصرفات الدوله المصريه حتى وان كان علينا بعض الملاحظات ليها، لا يجوز. وبالتبعيه ان تم ده فعلى الدبلوماسيه ان ترد بطرق دبلوماسيه اخرى وهي استدعاء السفير، وده بيحصل في كل دول. انا اقصد يا استاذ تامر يعني ان مصر ده حصل في امريكا، لكن هي الخارجيه المصريه تمكنت من تغيير السياسه الامريكيه بدكتور ستيرن ولا لا؟ الامريكا ما تدخلتش في الشان المصري، لا على العكس، لا 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 مدعمتش أسوأ. ايوه تصريحات على مستوى اللفظ لا بدعم الارهاب في مصر. طب مجموعه لندن اللي النهارده اصبحت اقوى مجموعه ارهابيه موجوده، يعني هي لندن لا تدعمهم تدعم، لكن الخارجيه المصريه عندها امكانيات قويه وخبرات طويله جدا، تمكنوا من اقناع العملاق الامريكي والاوروبيين بسلامه الموقف. هو بسهوله جدا ده اول رد فعل اسمعه سلبي للخارجيه الامريكيه، ان موقفها الحقيقه تحول من الدفاع الى الهجوم، وده موقف قوي للخارجيه الامريكيه في الفتره اللي فاتت. يعني ما نقدرش ان احنا يعني اذا تمكنا في النجاح في ذلك فكان من الافضل ان احنا ننجح في الامور الاسهل. يعني النهارده حتى جزء بقى مهم جدا في الكلام الدبلوماسي، النهارده احنا عندنا مشكله في تسويق القطن. تتخيلي من اول من طلب انه محتاج القطن المصري؟ الاتراك. طب ليه؟ لان اردوغان شعر بمشكله كبيره جدا موجوده في عنده وهو قريب على الانتخابات، فاراد ان يخطب من جديد ود المصريين. لا عشان يعني كمان بيشتغلوا في الملابس عايزين يعني هنا النهارده ان كل حد بيحاول انه يلعب مصالح، يبقى احنا هنا مصر كانت تستطيع من خلال لعبه المصالح. يعني اقنعت الكبار في العالم، ألم تكن قادرة على إقناع الصغار؟ علمهم فندم أنت خبير اقتصادي، استفدنا منك، أشكرك شكرا جزيلا. يمكن يكون في مجال أكثر نتكلم فيه على الشق المرتبط بالعلاقات الدبلوماسية، بس للأسف حضرتك دائما هتكون معنا في الجوانب الاقتصادية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد المطلب، وأنت الخبير الاقتصادي معلقا على تصريح نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين حول الحزمة الثانية من تحفيز الاقتصاد المصري. بشكرك شكرا جزيلا والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء غدا حلقة جديدة بإذن الله.